الكبة اللبنية خلصت، الكبة المقلية خلصت، والكبة المشوية خلصت، وهي الصحن الفتوش، واللي بياخد وحدة سورية بضل هني طول عمرها. بلا سورية بلا قلق بلا وصخ بلا هم، هذه الكبة المشوية، هذه الكبة اللبنية، هذه الكبة المقلية، وهذا الفتوش، وهذا الترتيب والنظافة. وللمعلومية يا السورية، هذه كلها أطباق جانبية عند السعودية، فروحي دلي على نفسك بعيد عننا. خلصنا، هذا الحمص جاهز، وهذا الشيخ جاهز، واللي يبغى يعيش عيشة هنية ياخذ له شهرانية، ويوخروا من القحاطين والعساري. وشكرا. طبعا هذه خبزتنا، وهذا عيشنا، وهذه سلطتنا، وهذا السمن والعسل، واللي ياخذ غامدية يعيش متهني طول عمره. هذا دجاج كانتون خلص، وهذه الشعيرية بدجاج كانتون خلص، وهذه المكرونة البشاميل خلص، واللي ياخذ له سبيعية سعودية طول عمره هذا مفطح، وهذا الإيدام، وهذه الزلطة، وهذا البيبسي واللبن، وهذا الماء، وارقل ذيه الخضار، وتيه زيت الفاكهة أنا اللي رصيتها، وذيه الحلا سوتها فاطمة واختي الله يوفقهم عبد الله، واللي ما يتلوى الشهرية يقعد في الدمة. أيوة. ورق عنب ملفوف وبيده، واللي بياخذ قحطانية الله يجعلني آخذ ظله. خواتي العزيزات، ردا على السورية أوريكم طبخة القصيمية، قصيمية وبس، واللي ما عنده قصيمية ما يعيش بهنية. شوفوا طبخة القصيمية، قصيمية وبس، هذا كله ردا على السورية. شفتوا يا حبايبي، شوفوا طبخة القصيمية، قصيمية وبس، قصيمية وبس. شايفين يا حبايبي، شايفين، قصيمية وبس. وأنا أقول قصيمية وجميع السعوديات، والنعم فيهن والله، والحيات وسلامتكم. هذا الألدومي كولوس، هناك في رمبالة بالاخ كولوس، هذا ما في أخذ الدنوسية، ما في إبقى حياته، كله ما في كويس.